صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. الحقيقة في الأول البرومو بتاعنا لما جينا نزلناه قلنا هنتكلم عن الرياضة، بس بصراحة ما كانش فيه فرصة اللي احنا نتكلم فيها أو أمور كتيرة أخدتنا إن احنا ما نتكلمش عن الرياضة. مفيش أكتر من الأحداث الساخنة على الساحة الرياضية اللي تخلينا دلوقتي إن احنا نعمل حلقة عن الرياضة. طبعا نهائي القرن دي حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ بطولة الأندية. أول مرة تحصل إن فرقتين من بلد واحدة يتقابلوا في نهائي بطولة الأندية لأبطال الدوري الأفريقية. بس بصراحة قبل ما أتكلم في فنيات المباراة وقبل ما نخش عن الماتش ونتكلم عنه، عايز أتكلم عن التشجيع، أسلوب التشجيع. بصراحة يعني طول عمرنا عارفين إن الصغير لما بيجي يعمل حاجة غلط الكبير بيقول له لا أنت اللي أنت بتعمله ده غلط، يعني الصغير لما بيغلط الكبير بيصحح له، إلا في الرياضة للأسف الصغير بياخد معاه الكبير وبينطلقوا مع بعض في التشويه التشجيعي. يعني حتى الكبير بينساق ورا الصغير في الرياضة في التشجيع، ليه أنا ما أعرفش. دي ظاهرة غريبة جدا بصراحة أنا مستغرب لها. يعني أنت لما تيجي تسمي مثلا نادي تقول عليه بواب، أو نادي آخر تقول عليه بقال، غير حاجات تانية أنا مش عايز أتكلم فيها. يعني طب أنت دلوقتي حضرتك مش واخد بالك إن البقال ده فئة من فئة المجتمع، البواب ده فئة من فئة المجتمع، ذنبه ايه ان هو يحس بخجل؟ ذنبه ايه ان احنا نتنمر عليه؟ ذنبه ايه ان احنا نحرجه؟ دي عنصرية، يعني دي عنصرية، وبعيد عن العنصرية دي حرمانية، يعني دي حرمانية. لما اجي اشبه اللي انا عايرك اقول لك انت بواب، انت كده بتقلل من فئة في المجتمع، شئت ام ابيت هما فئة في المجتمع، البواب فئة في المجتمع، البقال فئة في المجتمع، كما يطلق من جماهير الزمالك على على الاهلي ان هما بقالين، وكما يطلق على جماهير نادي الزمالك نادي الاهلي على جماهير نادي الزمالك ان هما بوابين، ده غلط. وللاسف الكبار بينساقوا كمان ورا الشباب. زمان ما كانش فيه كده، يعني التشجيع ايام زمان ما كانش فيه، يعني في بقى اللي هو الفلكلور او الفكاهه او الدعابه بتاعت الشعب المصري اللي هو ايه التريقة بقى، يعني بس بأدب وباحترام وفي حدود، يعني كان في حدود في التشجيع. حتى لما باجي أكسب بيبقى في تريقة وفي هزار وفي كلام من ده، بس بحدود، بأدب، باحترام. إنما إن أخد معايا في سكتي فئة من فئات المجتمع وتنمر عليهم ويبقى في عنصرية، دي حاجة بتزعل. يعني المفروض إن إحنا نرتقي تعصب، مش عارف امتى هنستفاد. يعني عايزين اكتر من مصيبه بورسعيد ايه؟ يعني مشكله بورسعيد و72 من الشهداء و22 من الزمالك، عايزين اكتر منهم من كده ايه عشان نبدا نتعلم ان التشجيع ليه حدود؟ يعني ازعل بس ما تهنش، افرح بس ما تهنش، خسرت هارد لك، كسبت مبروك. انما توصل الدرجه طبعا السوشيال ميديا، يعني وزي ما حضراتكم كلكم عارفين بتتفرجوا على السوشيال ميديا وشايفين الالفاظ اللي بتطلع سيان من جمهور الاهلي او من جمهور الزمالك، التعصب اللي احنا لغايه دلوقتي لسه ما اتعلمناش بعد وفاه وبعد حادثه النادي الاهلي في بورسعيد ووفاه اكتر من 72 شهيد، وفي نادي الزمالك توفى اكثر من 22 شهيد، ما تعلمناش. يعني في النهاية هي كورة، كورة بنحبها، بتجمعنا، بتلمنا، بس في النهاية هي كورة، أنا آسف في اللفظ، بتشط بالرجل. فليه أخسر واحد صاحبي أو أخسر حد من عيلتي عشان خاطر كورة؟ يعني شجع، ما بقولكش لأ، بس شجع، بس شجع فرقتك، شجع، شجع في حدودك، مالكش دعوة بغيرك. غيرك خسر قول له هارد لك، مش عايز تقول له ما تقولوش هارد لك. إنما إنك أنت تتنمر عليه وتأذي نفسيا وسيكولوجيا فئتين من فئات المجتمع، حضرتك البواب ده اللي بيحرسك، البواب ده اللي بيأدي لك طلباتك،
مش ذنبه ان هو طلع بواب عشان تعاير تعايره تعايره بان هو مثلا زي ما كانت له بوابين. البقال ده انت بتجيب منه طلباتك، مش ذنبه ان هو بقال عشان تعايره. فيا ريت نرتقي يعني يا جماعه، دي رساله بوجهها لجميع المشجعين سواء كان من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. نرتقي، نرتقي في تشجيعنا، نرتقي في اخلاقنا، بلاش عنصريه، بلاش تنمر. انت كان بتاخد حرمانيه يعني، بلاش بقى، سيبك من كل ده، حرمانيه. ودار الافتاء على فكره نزلت منشور بكده، يعني دار الافتاء نزلت منشور ان انت النوعيه من التشجيع ده والسباب والتنمر والعنصريه ان ده فيه حرمانيه جامده جدا. دار الافتاء نزلت، انا بكرر تاني، نزلت منشور بكده. نرجع بقى لماتشنا. المباراه كان طبعا كان نهائي جميل، نهائي الفرقتين بصراحه لعبوا ماتش كويس. كان بيحكمها الحكم الجزائري مصطفى غربال، وكان بيعاونه كل من عبد الحق تشعلي ومكرام قواري، والحكم الرابع كان ابراهيم نور الدين، بالاضافه لحكم الفار الزامبي جاني سيكازو، اسامهم غريبه طبعا بتوع افريقيا. معانا الاهداف يا جماعه. في الدقيقه 5 وعلى طول في اول المباراه افتتح الاهلي التسجيل من ركنيه نفذها عبد الله الشحات، استقبلها عمرو السوليه براسه ليضعها على شمال الحارس ابو جبل معلنا الهدف الاول. في اهداف لن تتكرر، في يعني هدف شيكابالا بصراحه هدف جميل، هدف عالمي لن يتكرر، او اعتقد يعني هو الهدف اسطوري عامه يعني، بمجهود فردي وفي الدقيقه 31 وبمراوغه اكثر من لاعب. تعادل شيكابالا عن طريق تسديده خرافيه لتسكن الزاويه اليمنى الحارس الاهلي كابتن محمد الشناوي، معلنا هدف التعادل. بصراحه جون جميل يعني، جون عالمي. مراوغة اكثر من مدافع، تسديده خرافيه ولا اقوى من كده، جون حلو. في الدقيقه 86 وبتسديده برضو رائعه كابتن مجدي قفشه لاعب الاهلي جاب جون حلو. الجون ده كان جابه اصلا في مع المنتخب في توجو. تصبح النتيجه 2-1 وفوز النادي الاهلي بالمباراه وبالبطوله. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك للكابتن مؤمن زكريا. كانت لفته جميله جدا ان كابتن مؤمن يرفع، لفته جميله بصراحه، حاجه فرحتني يعني، حاجه فرحتني وهو بيرفع كاس افريقيا. وان شاء الله الاهلي هيشرفنا في كاس في كاس العالم للانديه المقبل ان شاء الله باذن الله. اصبحنا ننافس ريال مدريد، هكذا اطلق كابتن محمود الخطيب تصريحه، قال احنا كده بننافس ريال مدريد. طب ليه بننافس ريال مدريد؟ الاهلي، الاهلي بينافس ريال مدريد لان الاهلي عنده 26 لقب والاهلي عنده 21 لقب. ريال مدريد عنده دوري ابطال اوروبا 13 مره، كاس السوبر الاوروبي 4 مرات، كاس العالم للانديه 4 مرات، كاس الانتر كونتيننتال 3 مرات، كاس الاتحاد الاوروبي مرتين. الاهلي يليه على طول في الترتيب، ودي حاجه فخر طبعا للشعب المصري كله، مش للاهلاويه بس ولا للزملكاويه، لا ده الشعب المصري كله، ان الاهلي بينافس على بطولات دوليه، بينافس ريال مدريد. وعلى فكره كان في وقت من الاوقات كان الاهلي رقم واحد في العالم في البطولات الافريقيه، في البطولات الدوليه كان الاهلي رقم واحد. بعد كده جت صحوه بقى كارلو انشيلوتي وفوزه ببطوله اوروبا ودوري ابطال اوروبا للانديه، وبعد كده يجي وراه زيدان وكاس العالم للانديه، ففرق عن الاهلي. القاب الاهلي كانت 21 لقب وهما كالتالي برضو يعني، دوري ابطال افريقيا طبعا 9 مرات، كاس السوبر الافريقي 6 مرات، بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 4 مرات، الكونفدراليه مره، كاس الافرقسويه مره. فما شاء الله، ما شاء الله بجد، حاجه تشرف، حاجه جميله،
حاجه كويسه. ناقصنا لنا بس الاسلوب الجميل في التشجيع، الاسلوب حلو يعني. عجبني اول ما نزلوا الفرقتين، يعني مش كل واحد واقف صف، لا الصف كان مختلط، الفرقتين الاثنين واقفين جنب بعض، واحد من الاهلي واحد من الزمالك، واحد من الاهلي واحد من الزمالك. كان في روح حلوه جميله بينهم اول ما نزلوا، باستثناء طبعا بعد نهايه المباراه. هو كالعاده كعادة الشعب المصري وكعادة اللي بيحصل بعده كل ماتش، المفروض خلاص اللي كسب كسب، اللي خسر خسر، اللي اخذ البطوله اخذ البطوله، ما نقول له مبروك، اللي خسر نقول له هارد لك. ما كانش لازم يكون في مشاجرات بعد الماتش، كنا عايزين نكمل الصوره. الصوره كانت جميله جدا، كنا عايزين نكملها، كنا عايزين نختتمها باحسن من كده بكتير. تدخلات بقى بين كاسونجو وبين اليو باجي ومش عارف مدرب الاحمال الاهلي مع مصطفى محمد حارس الزمالك ومصطفى محمد مع الشحات، ما كناش حابين كده، ما كناش حابين كده. معانا مداخله هاتفيه. الو، صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ انا عرفنا بحضرتك يعني يا فندم. مود من حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم. بشكر حضرتك على الروح الرياضيه، فعلا حاجه كويسه ان واحد يعني بيتكلم بالطريقه دي ويشجع الناس انها تتكلم يعني او تشجع باسلوب راقي وترتقي لفعلا الروح الرياضيه اللي ده المفروض يا فندم، ده المفروض. واخد بال حضرتك، ده شيء كويس جدا، لان اللي احنا شفناه يعني بصراحه زعل ناس كتير، وحس ان الكوره دي او مش الكوره هي سلوك بعض الناس يعني بيسيء الى الانديه بتاعتهم. يعني اللي حصل في البطوله دي بصراحه يعني من المشجعين شيء مش كويس جدا، واظنش ان هو بيرضي يعني رافعين النوادي او اللعيبه او كده يعني. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد لله. شكرا. شكرا استاذ جيرس، ربنا يخليك. طبعا ده فعلا ده يعني انا موضوع حلقتي بعيد عن المباراه. انا والله عظيم يعني بيصعب عليا ان في ناس، ان احنا من جوانا اصلا طيبين، يعني من جوانا طيبين، بس للاسف ودي حاجه يعني بعيد عن كل مشاكل الحياه، دي الحاجه الوحيده اللي بينساق فيها الكبير وراء الصغير. يعني بدلا ما مشجع اهلاوي يقول لي المشجع الاهلاوي الصغير اللي لسه طالع لا كده عيب، ما ينفعش، لازم تشجع كذا، لازم تعمل كذا، لازم ما تكونش كذا، لا الكبير للاسف كمان بينساق ورا الصغير. هكذا نفس الحال مع الزمالك، بدل مشجع الزملكاوي الكبير ينصح المشجع الزملكاوي الصغير ان اللي بيعملوه ده غلط، لا بينساق معاه ويكتب بقى فرحان، هو يكتب بقى على السوشيال ميديا ويكتب على صفحات التواصل الاجتماعي فريق مش عارف ايه، فريق يعني غلائق غلائق، يعني ما شكلنا وحش يا جماعه. يعني في اوروبا الماتش الفرقه اللي بتخسر الجماهير بتقف تسقف لها، يعني جمهورها بيقف يسقف لها، خلاص هما بيعتبروها ماتش بيحزن بيزعل، بس خلاص اللي بعده مرحله وبعد كده اللي بعده، بيقفوا جنب فرقتهم، ما بيبقاش فيه بقى اللعيبه ذات نفسها بتسلم على بعض بكل ترحاب. وعايز اقول لك على حاجه، يعني لعيبه الاهلي والزمالك صحاب، يعني بعد الماتش مثلا ممكن يكونوا بعض منهم من هنا ومن هنا قاعدين سهرين مع بعض وقاعدين مع بعض وبيتكلموا مع بعض، يعني وصحاب وما بيخسروش بعض. احنا بقى اللي مشجعين بنخسر ليه؟ يعني احنا مشجعين نخسر بعض ليه؟ نطلع لفاصل وبعد كده نبدا نكمل حلقتنا ونطلع فاصل، ارجو ان تبقوا معنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما قلنا هديك حلقتنا النهارده عن الرياضه. انا سعيد بصراحه ان انا عامل حلقه عن الرياضه وان انا بتكلم عن الرياضه.
لاني انا كان من زمان نفسي اعمل حلقه، من اول ما بدات البرنامج كان نفسي اعمل حلقه عن الرياضه، لان في كلام كتير الواحد نفسه يتكلم فيه، وخصوصا سلوكيات التشجيع. فكان عجيب، فكان نفسي بصراحه اعمل حلقه عن الرياضه. طبعا صدر قرار امبارح من السيد وزير الشباب والرياضه بعزل وايقاف مجلس اداره نادي الزمالك وتعيين لجنه لاداره نادي الزمالك. هي في ناس كتيره بتسال بتقول هل ده يعتبر تدخل حكومي؟ فهو مش تدخل حكومي، هو تدخل حكومي اعتقد يعني في حاله حل الاتحاد المصري من الوزاره، ده هنا يعتبر تدخل حكومي والفيفا تعاقب عليه بايقاف النشاط طبعا يعني، انما ده يعتبر شأن داخلي، يعني ده يعتبر شأن داخلي. ايقافهم بقى وتحويلهم للنيابة العامة لورود مخالفات حسب تقرير الجهاز المركزي وحسب تقرير اللجنة التي كانت بتفتش يعني على النادي، ده حاجة احنا ما نعرفش لسه ايه اللي هيصدر عنها قدام، وهل ادارة الزمالك برئاسة مستشار بطولة مصر هيبقى دي رد فعل قانوني، ده احنا ما لسه بقى الايام هتقول لنا ايه اللي هيحصل قدام وايه اللي هيكون وايه اللي هيتم وايه هيكون رد فعل مجلس الاداره. هل في فعلا مخالفات ماليه ادت الى عزل مجلس الاداره ولا لا؟ الحقيقه كان في تصريح من الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الرياضيه، قال لك ان ده اعنف قرار اتخذ في تاريخ الرياضه. اعنف قرار اتخذ في تاريخ الرياضه منذ نشأتها، اللي هو إيقاف وعزل مجلس إدارة نادي الزمالك. طبعا هو تم تعيينه بلجنة من مستشار، تم تعيين لجنة لإدارة نادي الزمالك. الحقيقة مش عارفين، أنا مع نفسي معرفش خلفياتها وإيه المعايير والقواعد التي تم بناء عليها اتخاذ قرار تعيينهم، بس بصراحة كل تصريحاتهم مطمئنة لجماهير نادي الزمالك، وان هدفهم الاول والاخير فريق الكورة والمحافظة على الكيان، لان في كتير قوي من جماهير نادي الزمالك قلقانة، يعني في كتير قوي من جماهير نادي الزمالك قلقانة خايفة. طبعا وليهم حق، وليهم كل الحق في ان هم يخافوا على ناديهم اللي بيشجعوه اللي بيحبوه، خصوصا ان الزمالك من اقوى الفرق في مصر حاليا يعني، وفي افريقيا كمان مش في مصر، في افريقيا من اقوى الفرق هو النادي الاهلي في افريقيا بدليل وصولهم للنهائي، فهم ليهم الحق ان هم يقلقوا على النادي بتاعهم. كان لغايه امبارح بالليل كان في تواصل مع الكابتن احمد رمزي بجانب الكابتن اشرف قاسم للاشراف على فريق الكوره، لجنه تخطيطيه للاشراف على فريق الكوره، فكان في لغايه امبارح بالليل تواصل مع الكابتن احمد رمزي، معاهم طبعا الكابتن اشرف قاسم طبعا والكابتن عبد الحليم علي، وهم رموز، هم رموز بصراحه، ومعاهم الكابتن برضو اعتقد كابتن ايمن يونس، طبعا دول رموز من رموز نادي الزمالك، عمالقه من عمالقه نادي الزمالك، فاكيد طبعا هيخافوا على فريق الكوره، هيبقى في اهتمام بفريق الكوره، بجانب تصريحات المسؤولين على اداره نادي الزمالك حاليا ان هم همهم الاول والاخير نادي الزمالك. امبارح كان في جمعيه عموميه للاتحاد في اتحاد الكوره، وتم منع المستشار، معانا مداخله هاتفيه من الاستاذ احمد منصور الصحفي الرياضي. الو استاذ احمد،
الو، ازيك يا استاذ احمد؟ اخبارك ايه؟ استاذ احمد؟ ما طيب حضرتك كان بيستمتع. طيب صباح الخير استاذ احمد، احنا على الهوا معاك يا استاذ احمد. يا استاذ احمد سامعني؟ استاذ احمد اسمع حضرتك فندم. سامعني كده؟ ايوه سامع حضرتك فندم. ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم، كان الحمد ليك لله تمام. تعليق، بصراحه كان ليك تعليق انت حاله عن، جميله جدا. ربنا يحفظك ربنا يخليك، كان ليك تعليق انت عن شيكابالا واللي بيحصل معاه صح؟ كابتن شيكابالا نجم كبير طبعا وعمل كتير جدا 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 بالنسبه لنادي الزمالك، ما حدوش الحظ ان هو يكون كادر اساسي في منتخب مصر في يوم من الايام بسبب تهمه مش علاقه بيها خالص، زي توقف النشاط الرياضي من الايام هو التهديد، ثم من بعد توقف النشاط الرياضي بعد شهداء الاهلي، ثم من بعد برضه توقف النشاط مره اخرى بعد شهداء نادي الزمالك. في المراحل دي كان نادي كان كابتن كان هو افضل لاعب في مصر. فالراجل دوت يا جماعه يعني وعلى فكرة ان انا الاهانه كان اللي اكتر بتحصل فترة لي من دول. فيه كان الكابتن شيكابالا فيها في قمة مستواه كان تحت قيادة الكابتن حسام حسن. مع حضرتك يا فندم. سامعني؟ كابتن شيكابالا، كابتن شيكابالا انا كل مداخلتي او كل كلامي عنه ان هو اليومين دول بيتعرض لنوع من انواع الاهانه محدش يقدر يقبلها في العالم كله، اللي هي العنصريه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها في بيت الحرق. تمام. فطبعا احنا لما بنشوف الكلام دوت في اوروبا بننتقدهم دايما، بنقول الناس هناك رغم تقدمهم وكده ولكن عقليتهم الجزئيه دي فايتهم كتير قوي، انما احنا يعني المفروض ديانتنا والمفروض عقيدتنا وتقاليدنا كمصريين لا تكبر بهذا الكلام. دلوقتي يعني لما يطلع بعض مشجعي نادي الاهلي ويروح مقابر عائله كابتن شيكابالا وضافه بالمنظر اللي حضرتك يعني شفته واللي الناس كلها شافته دلوقتي، ده شيء غير مقبول. ان مثلا تجيبوا يعني كلب وتلبسوه بشكل كابتن شيكابالا ويبداوا ان هم يعني شيء من انواع يعني العنصريه، حاجه غير مقبوله بالمره. يعني امتى وقت الناس دي؟ او امتى هنقدر ان احنا ناخد قرار بخصوص الناس دي؟ ده هو فرق بره التشجيع، دي حاجه مرتبطه بالاخلاق، حاجه مرتبطه بالتربيه في المنزل. تشجع كوره ما تشجعش صح، مش قصدي خالص يعني كاهلي او كزمالك او كده، ولكن المفروض ان احنا يعني نبقى على اعلى مستوى من التشجيع الكروي، وانما انا يعني بتكلم، انا بتكلم كنقطه كتعميم من الجمهورين. يعني انا ماليش، انا عارف ان شيكابالا حاليا بيمر بحاله نفسيه سيئه بسبب الالفاظ والتراشق والتنمر والعنصريه ضده، بس انا يعني انا برضو بتكلم، انا عارف انت بتحب شيكابالا وبتحب جمهوريه الزمالك، بس انا بتكلم كتوتال من هنا ومن هنا. نفسي يكون في التشجيع المحترم بالاسلوب الراقي، نفرح نهزر مع بعض مفيش مشاكل، نقفش قلشات كده بسيطه مع بعض بس في حدود. كمل كمل استاذ. بالتاكيد يا فندم، بالتاكيد كمل. بالتاكيد، ودوت اللي عملوه الفرقتين لما نزلوا في ارض الملعب زي ما حضرتك قلت، اصحاب وحبايب، مش عايزين ننسى ان صالح جمعه في الاهلي، عبد الله جمعه في الزمالك، ودول اخوات اكتر من انهم يكونوا اصحاب. الجمهور لازم يفهم حاجه زي كده، سواء جمهور الاهلي جمهور الزمالك، احنا ما بنشجعش كوره علشان خاطر ان احنا نفرد مبادئنا اللي احنا اتربينا عليها. المبدا ما بيجزأش، لو حضرتك انسان محترم في حياتك الطبيعيه هتبقى محترم في تشجيعك، هتبقى محترم في سلوكك، هيبقى كل شيء معاك متزن. المشكله الكبيره مش في ان احنا كجمهور اهلي وجمهور زمالك، ما في جمهور مننا محترم وفي جمهور مننا محترم جدا، ولكن عنصر الشباب المتهور يجب توجيهه، لان احنا لو سيبنا الامور خرجت يعني اكتر من اللازم ممكن تحصل كوارث، واحنا شفنا قبل كده ايه اللي كان حصل سواء في بورسعيد او غير كده. اللعيبه ذات نفسها ما بتقدرش في بعض الاوقات ان هي تسيطر على نفسها، وحضرتك برضو شفت في نهايه مباراه القمه
الافريقيه حصل ايه بين اللعيبه وبعضها. احنا معانا فيديو لو نعرضه في واحنا بن اه معانا فيديو احنا يعني نعرضه واحنا بنتكلم على اللي حصل بعد القمه. كمل طبعا حضرتك. يعني برضو يعني اللعيبه المفروض ان هي يكون عندها نوع من انواع ضبط النفس. شيكابالا اخطأ اكتر من مره وظهر بمظهر غير لائق وكده، ولكن قصاد الخطا اللي هو اخطاه محدش يقدر يستحمل سباب لوالدته المتوفيه او غير ذلك او كده. يعني حضرتك بتعرض لقطات دلوقتي عن منظر كان ماتش جميل جدا قدامنا دلوقتي او قدامنا جيده جدا. الاهلي قدم مباراه يعني قدر ان هو يخطف الماتش بخبرته بقدرته. الزمالك قدم ماتش جميل جدا، الزمالك كان الاحق من وجهه نظر اغلب النقاط. فطبعا يعني احنا ما نتمناش ان الصوره كانت تتسيب بالمنظر ده. الماتش كان تمام ما كانش فيه داعي. يعني ان حضرتك في اللقطه اللي حضرتك شايفها دي الكابتن الشحات راح لمصطفى محمد علشان خاطر ان هو يقول له احنا اللي كسبنا وكده. فده استفزاز، دي مش خبره لاعب كبير في نادي كبير ان هو يروح انت خلاص كسبت الماتش. ما كانش ليه لزوم خالص ان حضرتك تروح وتحاول ان انت تستفز لاعب خصم مغلوب. مهما كان اللاعب دوت يعني اخلاقه عاليه والكلام ده مش هيقدر ان هو يتحمل حاجه زي كده. كذلك برضه بدا التداخل من اليو ديانج وضرب مصطفى محمد بالرجل فاضطر ان كاسونجو يدخل يضربه، مشهد ما نحبش ان احنا نشوفه. فطبعا يعني لما انا كمشجع اشوف منظر زي دوت انت منتظر مني ايه بقى بعد كده ان انا اعمله؟ اذا كان اللاعب اللي هو المفروض مثلا اعلى ليا بيعمل كده انا كمشجع هعمل ايه؟ تمام. فطبعا يعني بتمنى ان الاتحاد المصري لكره القدم يكون ليه مواقف حاسمه سواء مع اللاعبين او الاداريين او اي شخص تسبب في الازمه زي كده. وبتمنى برضو ان الحكومه المصريه تاخد موقف مع الجمهور اللي هو يعني بيتعدى حدوده اللي بيخترق كل القوانين اللي يعني بيصدر منه حاجات ضد العنصريه وحاجات كده. ما بيتكلم حضرتك في الكنترول في الكوره بس لا في الكوره لا في الكوره في الكوره سامعك عبد الحميد باشمهندس. ايوه يا فندم. كمل يا احمد كمل. بس يا فندم فبتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يكون افضل. النادي الاهلي عنده مباريات هامه جدا الفتره اللي جايه. عنده منظر يؤسف بصراحه، يعني منظر يزعل بصراحه يعني. اكيد طبعا يا فندم اكيد طبعا. ان شاء الله برضو في الفتره اللي جايه بيتمنى التوفيق للفرق المصريه اللي بتمثلنا خارج مصر. النادي الاهلي هيمثل مصر في كاس العالم للانديه. بنتمنى ان شاء الله يشرفنا ان شاء الله باذن الله وشرف جماهير الكره المصريه كلها. اكيد طبعا الكره المصريه والكره الافريقيه والكره العربيه. ما هو برضه يعني لما حضرتك تيجي تشوف ان الاهلي والزمالك كانوا في النهائي ده كان شرف للكره المصريه والافريقيه والعربيه، لان اول مره بتحصل في افريقيا في تاريخ افريقيا. طبعا اكيد طبعا اول مره تحصل في افريقيا ان الناديين من نفس الدوله بيمثلوا نهائي قاري زي ما حضرتك شفت كده. المهم ان اللقطات اللي احنا شفناها ديت ما تتكررش تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الافضل فيما هو قادم. شكرا ليك يا استاذ احمد وشكرا لمداخلتك الهاتفيه وشكرا لكلامك الجميل. ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، ارجو ان تبقوا معنا. تاني بعد الفاصل ونتكلم عن فنيات نهائي القرن. معانا هاتفيا النجم باخلاقه اولا قبل مهاراته، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وصاحب اسرع هاتريك في تاريخ تصفيات افريقيا للمؤهله لكاس العالم للانديه، كابتن عبد الحميد بسيوني. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير.
خير يا استاذ احمد، منور الدنيا ده حضرتك اللي منورنا والله بصوتك الجميل. الله يخليك، ربنا يخليك يا فندم. راي حضرتك ايه في النهايه يا فندم، والفنيات والمباراه، وكان في بعض التبديلات وبعض الاهداف، راي حضرتك فيها ايه يا فندم؟ اولا يمكن الواحد سعيد جدا بالمستوى المتميز اللي ظهر به نادي الزمالك والاهلي في نهائي القرن، وعلشان يوصلوا النهائي دول تخطوا فرق كبيره جدا من فرق القاره الافريقيه، وبحيث انهم رجعوا لنا كمان الرياده في كره القدم اللي احنا كنا مفتقدينها بقى لها فتره. تخطوا الرجاء والوداد والصفاقس عمالقه افريقيا، يعني عمالقه افريقيا، والاثنين استحقوا الوصول للنهائي ده قبل المباراه. اللي عن المباراه الحمد لله والشكر لله شفناها قمه في كل شيء، قمه من الناحيه الفنيه، قمه من الناحيه الاخلاقيه. القتال كان كل واحد بيقاتل على حظوظه داخل الارض وداخل الملعب، عملوا كل ما يمكن، عملوا من مجهود وفنيات كانت عاليه قوي 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 من الفرقتين، وفي الاخر قدموا لنا لوحه اخلاقيه وانضباطيه لعنوان للرياضه المصريه، كانت في منتهى الجمال. انا سعيد جدا بمباراه القرن والنهائي الافريقي اللي تم على ارض مصريه، وكان في الاول وفي الاخر اللي هيكسب فرقه مصريه، فكنت سعيد جدا جدا باللي تم، وبقول مبروك للنادي الاهلي فوزه بالبطوله، وهارد لك لنادي الزمالك. يمكن الزمالك خسر مباراه وكسب احترام العالم كله. دي حقيقة يا فندم. هل مدير الفني للزمالك أخطأ بنزول كابينجو كاسونجو مكان شيكابالا؟ هو طبعا يمكن الخلل الفني اللي تم، إن كان في سيطرة كبيرة في الزمالك في الوقت ده، فأنت لما تبقى الفرقة ماشية بشكل كويس قوي قوي ما ينفعش أتدخل بتغييرات من شأنها تأثر على الفرقة، أو على الأقل لو أنا حابب إن أنا أتدخل في المباراة في الوقت ده وشفت ان مثلا مجهود شيكابالا بدا يقل، المفروض بنزل بلاعيب في نفس الامكانيات ونجد مثلا انا كابتن الاماكن، زي ما يكون مثلا عندي مصطفى فتحي ممكن بالزبط. انزل بيه، ممكن انزل بأوناجم وادخل زيزو جوه، امور من شانها ان انا ما اخليش بيت تنظيم، انما اجيب كاسونجو اللي هو اللاعب اللي هو بيلعب مهاجم اصلا صريح واحطه في الجزئيه دي، فطبعا ما ادناش الشكل اللي كان موجود عليه الفريق، وخصوصا ان كاسينجو ما كانش فايق اصلا، ومن ماتش اف سي مصر يعني وقع في اوف سايد اكثر من كذا مره، لان برضو يا استاذ احمد انا ما اقدرش الوم على لعيب بلعبه في مكان غير مكانه، المدير الفني بينزله يلعب هنا خلاص بيلعب هنا بالظبط، فاتحمل انا التبعات بتاعته ليه؟ لان ده مش مكانه اصلا، الراجل بيلعب مهاجم، فبالتالي انا عندي بدائل بره كان ممكن تفيدني اكتر من كده. صح كان في اوناجي ممكن ينزل، كان في مصطفى فتحي ممكن ينزل بالزبط. كذلك برضو نفس الحال الشكل التنظيمي داخل الملعب، كان نفس الحال برضو في النادي الاهلي يا فندم، مهاجم حطيته في الباب وهو مش بيقوم، اتلعب له كره على 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 الطرف وهو واقف ما جريش عليها لانه هو مش متعود. النادي الزمالك تم افتقاده في الجزء الاخير اللي نزل فيه كاسونجو. كذلك برضو نفس تغيير جيرالدو، كان المفروض برضو التغييره دي برضو التغييره كويسه، ولا حضرتك شايف من وجهه نظرك كان المفروض ممكن ينزل مين اللي ينزل مكان جيرالدو؟ لا هو جيرالدو من اللعيبه اللي عندها سرعات كبيره جدا، صح، وخاصه ان في لعيبه في نادي الاهلي في الوقت ده كان مستواها الفني بدا يقل شويه، زي حسين الشحات بالظبط، زي اجاي، فكان لازم انشط الجزء الهجومي بلاعيب عنده السرعات عاليه عشان ينقل الفرقه بتاعتي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فده طبعا فكر كويس ان انا يبقى عندي لعيب سريع زي جيرالدو احاول استغله في موضوع التحولات. كان على حساب كهربا يا كابتن؟ ما هو انا بقول لحضرتك انت محتاج لعيب الزمالك في الوقت ده كهربا سريع برضو، يعني كهربا سريع، يعني كان هو افضل ولا نزول جيرالدو؟ في فرق بين ان انت تبقى يعني في سلاسه الحركه في المسافات قصيره، او ان انت سريع في مسافات طويله. جيرالدو بيتميز بالسرعه في المسافات الطويله وبياخد كرة وبينقل الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. الاهلي في الوقت ده كان مضغوط، يعني كان الزمالك في الوقت ده كان له افضليه، فبالتالي كنت محتاج لعيب
ينقل اللعب من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه، يعني اوصل لمرمى المنافس باقل عدد ممكن من اللمسات وبسرعات كبيره. فبالتالي كان جيرالدو في الفكر ان هو ممكن يقوم بالدور ده افضل من كهربا. صح يا فندم، حضرتك اقدر طبعا. بالنسبه لو معانا يا جماعه الجون الثاني، طبعا وهنا معانا الجون الثاني بتاع مجدي قفشه، هو الف بالف ب في الدفاع، ان انا لما اجي اشتت كوره بشتتها على اليمين او على الشمال، ما بشتتهاش على احد الاطراف، ما بشتتهاش في النص. خطا مين ده يا كابتن؟ عامل التوفيق وعدم التوفيق موجود، انت عادي، ما انت ممكن تطلع الكوره برده كده. وقفشه ما شوتهاش بالجمال والحلاوه دي. لا بس قفشه، يعني قفشه جايب نفس الجون قبلها مع منتخب مصر في توجو، نفس الهدف. ايوه بس الهدف اللي حطه قفشه، استلم على الارض وحط ببطن رجله على الارض. يعني ده خطا من الكابتن محمود علاء ولا خطا من الكابتن بن شرقي؟ انا ما اقدرش اقول لك خطا، لان انا من حقي كلاعب انا خرجت الكوره، ممكن اخرجها بصوره سليمه وممكن اخرجها بصوره خاطئه. هو في الدفاع يا كابتن الف ب انا بخرج على الاطراف. يا استاذ احمد، في اوقات انت ما بتملكش ان انت تخرجها على الاطراف. يعني اصل هو كان لوحده وبراسه. يعني انت دلوقتي ممكن في كوره، لو معانا الهدف يا جماعه بعد اذنكم تعرضوه، هو كنترول اصلا ما شاء الله متوصل بحضرتك وعاملين نتفرج على الهاتريك بتاع حضرتك. انا بشكركم طبعا كلكم يعني وانا سعيد جدا اصلا ان انا معاكم، يعني ربنا يخليك. انما بقول لك ان احنا في كره القدم وارد كل شيء، فطالما وارد كل شيء برضو في نفس الوقت رد الفعل ممكن يكون برضو غلط. يعني مثلا قفشه ممكن يستلم ويشوط تطلع الكره ما تطلعش بالجمال والدقه دي، تخش جول ممكن تطلع بصوره تانية. انما قفشه للامانه انا مش بحمل والله الكابتن محمود علاء ان هو يعني، طب ما كان الكابتن بن شرقي، لا انا يعني هو كان واقف لوحده وما كانش جنبه حد، فعنده الاريحيه ان هو يطلع يشتت على اليمين او على الشمال. شوف يا استاذ احمد، كره القدم بلعبه الاخطاء، ولو ما فيش اخطاء يبقى ما فيش اهداف، بس الطبيعي ان ما فيش بني ادم يعني حابب انه يخطئ. هو صح. الخطا بيبقى غير مقصود. صح. انا بطلع الكوره ببعدها عن مكان الخطوره في الوقت ده. صح. انا ممكن اطلعها وتوصل للعيب لنادي الزمالك. يعني ممكن محمود هو بيطلع الكوره توصل للاعب في نادي الزمالك، فبالتالي تطلعه للكوره ده شيء اساسي في حد ذاته هو عمله، يعني عمل الصح من وجهه نظره هو. كون ان الكوره تروح لقفشه وتعامل معاه بهذه الطريقه وبالهدف الجميل اللي احنا كنا بنتدرب عليه اكثر من مره، ده بنعتبره التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ومهاره كبيره جدا من قفش، زي المهاره الكبيره اللي احرز بها شيكابالا هدف اسطوري، الهدف العالمي اللي احرزه هدف اسطوري بتاعه. فبالتالي دي بتبقى ملكات فنيه خاصه بكل لاعب. صح يعني صح. دول امكانيات فرديه بقى، هنا دور الامكانيات والموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها في كل لاعب. يعني شيكابالا عنده مهارات عاليه جدا، قفش عنده مهاره عاليه جدا قدر انه يستغلها وينهي المباراه. ومباراة للأمانة تليق بفرقتين كبار زي فرقة الأهلي وفرقة الزمالك، قدموا لنا لوحة فنية رائعة. فاز النادي الأهلي بقول له مبروك، والزمالك كسب احترام الجميع بأداء ولا أحسن ولا أروع من كده، لأن برضو لما يخش فيك هدف في الدقيقة 5 من الشوط الأولاني برضو تستعيد توازنك تاني وترجع تستعيد توازنك وليك السيطرة وليك، فبرضو ده تحسب لفريق نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. الزمالك قدم مباراه قويه جدا جدا بصراحه، من زمان ما شفناش الزمالك. للامانه والله الفريقين قدموا لنا مباراه احنا استمتعنا بيها وما شفناهاش بقى لنا فتره طول عمرنا. مين من وجهه نظرك يا كابتن احسن لاعب في الاهلي واحسن لاعب في الزمالك في الماتش ده؟ للامانه فيه اثنين لاعيبه في نادي الزمالك قدوا مباراه ولا اروع من كده، طارق حامد وفرجاني ساسي. الاثنين كانوا في قمه حالتهم الفنيه والبدنيه. بالظبط. في نفس الوقت في النادي الاهلي كان خط ظهر النادي خط الاهلي الدفاع كان ممتاز على قد مستوى المسؤوليه، لانه اتحمل عبء كبير جدا لهجمات لنادي الزمالك كتيره قوي. بالظبط. يعني انا بحيي رباعي خط الظهر في النادي الاهلي، بالاضافه الى مجدي قفشه اللي بذل مجهود كبير قوي للربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم، وكان هو محور اداء النادي الاهلي طوال المباراه. كان عنده حسن ظن جماهير الاهلي. كان عنده حسن ظن الجميع. احساسك ايه يا كابتن لما عرفت ان الهاتريك بتاع حضرتك هو اسرع هاتريك في تاريخ تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم؟ هل كنت تتوقع قبل الماتش؟ والله يا استاذ احمد، على فكره انا من ضمن الاهداف اللي بتعجبني جدا، يعني لما كنا بنلعب المباراه في اسكندريه كان كل هدفنا ان احنا ازاي
نفوز باكبر عدد ممكن من الاهداف علشان خاطر تساعدنا. كان باين لنا مباراه الجزائر الاخيره ان احنا نحقق فيها اي نفوز. مكسب ونصعد. فبالتالي كنا مطالبين باحراز عدد من الاهداف كبير جدا، وانا كنت في الوقت ده في المنتخب العسكري وتم استدعائي قبل المباراه ب 48 ساعه، وما كنتش متخيل ان الكابتن الجوهر الله يرحمه هيحطني في التشكيل الاساسي للمباراه. كنت فاكر ان انا هتحط بديل وانزل جزء من المباراه. فجيني الكابتن جوهر ان انا هبدا المباراه، وبدانا المباراه وحرزنا فعلا هدفين في اول المباراه عن طريق بركات وطارق السعيد. ومن الدقيقه 39 للدقيقه 42 بقى بينتي نجيب جون وناخد الكوره ونروح ونضغط تاني. نجيب جون وناخد الكوره ونضغط تاني. فما كانش في دماغي في الوقت ده انا جبت الاهداف في ايه. ففوجئت بحد في الاتحاد الافريقي، مسؤول في الاتحاد الافريقي، الريكورد بتاعك بيبلغني ان انا عملت ريكورد وكده، وان انت مش هتسافر جنوب افريقيا في حفله اختيار اللي هي احسن لاعب في افريقيا، ان انا هروح اتكرم هناك كجايزه. تستحق اكتر من كده يا كابتن. فروحت، كنت انا في الوقت ده لاعب في نادي الاسماعيلي اللي انا بعشقه، وقدمت فيه موسم من احسن المواسم في الكره المصريه. صح صح. وفزنا بيه بالدوري، فروحت سافرت جنوب افريقيا واتكرمت في السنه دي. لما كان ديلابيو كان لسه بيلعب في ناشئ، في واخد احسن ناشئ في بيترو اتليتيكو اللي هو دوري رابطه الابطال قبل ما يجي النادي الاهلي. كان موجود معاه في الحفله. الحفله دي كان السنه دي خدها الحاج ديوف، خد احسن لاعب في افريقيا. كنت انا موجود في جنوب افريقيا في الوقت ده في التكريم ده. حضرتك تستاهل اكتر من كده يا كابتن. كفايه اخلاقك وذوقك وحضرتك حد من الشخصيات المحببه جدا لقلبي والله. حاجه جميله وحاجه ربنا يحفظك يا كابتن. ربنا يحفظك. وانا دايما بتمنى لك دايما التوفيق والتالق ربنا في كل ما هو قادم لك. ربنا انت حضرتك تضيف لاي مكان يا كابتن. حضرتك من الشخصيات القريبه لقلبي جدا جدا جدا، ومن زمان وانا بتفرج على حضرتك وبستمتع باهدافك ولمساتك. وفوجئت بعد كده لما عرفت حضرتك ان حضرتك من الشخصيات الجميله جدا المتواضعه جدا، اللي ان شاء الله باذن الله يعني انا بحبك لله يا كابتن والله من زمان. الله يعزك ويخليك. متشكر يحبك. متشكر جدا، وكل التوفيق لحضرتك. كل الشكر والتقدير لحضرتك وشكرا لمداخلتك الجميله دي يا فندم. الله يخليك. ربنا يخليك يا فندم. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يا رب تكون الحلقه عجباكم، يكون كلامنا مفيد وتقدروا تستمتعوا معانا بالحلقه دي. ده بالنسبه لي انا سعيد والله ان انا بعمل حلقه رياضيه اخيرا، اني من زمان وانا نفسي اعمل حلقه عن الرياضه. نرجع تاني للقرار الذي هز جميع مشجعي نادي الزمالك، هو قرار عزل مجلس إدارة نادي الزمالك وإيقافهم وتحويلهم للنيابة، وذلك نتيجة مخالفات أقر بها الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة التفتيشية بالنادي. معانا الناقد الرياضي والصحفي الكبير الكاتب الكبير الأستاذ طارق رمضان بجريدة الأهرام. بنرحب بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير على كل المشاهدين. صباح النور وصباح الجمال على حضرتك. صباح الخير. حضرتك عارف ان انا من اشد المتابعين ليك ولا مش عارف؟ لا ده شرف ليا والله. لا دي حقيقه والله، انا بحب اتابع حضرتك من زمان جدا. ربنا يخليك. تسلم لي. لحاجه لسبب مهم برضه يا كابتن، يعني اتفضل. ان حضرتك ما عندكش خوف، بتتكلم بما يرضي الله، بتتكلم بجراءه، ما بيفرقش معاك ده مين وده مش مين، المهم الحقيقه تكون على لسانك. دي انا بشهد لك بيها، دي النقطه اللي خلتني بجد انا اتابع حضرتك على طول باستمرار. ربنا يخليك. الحكايه مش حكايه خوف، هي حكايه ان انت بتقول الحق على كلمه هتتحاسب عليها، وطالما ما فيش تجاوز يعني ما بتتجاوزش في حد حق،
حق حد، او ان انت تشتم، او ان انت يعني يبقى في اجنده معاك، بيبقى خلاص قول كلمتك، وما دام في حقوق او يعني كلمه صحيحه متاكد من معلوماتك اعرضها على الناس، والناس هي اللي هتقبل او هي ترفض. لكن المهنيه ان انت تقول اللي انت شايفه في الوقت اللي انت شايفه، وما يفرقش معاك مين، لانك انت مش مستفيد بحاجه. اهم حاجه ان انت يعني تبقى باصص للكلمه اللي انت بتقولها، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبك على الكلام ده. صح صح، يعني الكلمه صح. دي هتحاسب عليها قدام ربنا. فما يجبش ان انت وانا ما اعرفش حد على فكره، يعني انا ما اعرفش حد في الانديه، انا ما اتظبطتش في نادي ولا اتظبطت في اتحاد، ولا اعرف ولا مصاحب عضو لجنه، ولا مصاحب رئيس اتحاد، ولا مصاحب رئيس نادي. انا طبيعي يمكن من مكتبي في الأهرام للبيت اكتر حاجه ممكن اروحها القهوه اللي انا بقعد عليها عشان اقابل فيها اصحابي ومصادري والكلام ده. وبشوف حضرتك على طول في قنوات النيل الرياضه، حضرتك بتطلع على طول عليها ما شاء الله. يعني لا يعني فقط المشاغبات ديت لها قصه كبيره يعني. الحمد لله ربنا يكرمك ويصلحك، وانا شاكر جدا على المداخله. راي حضرتك يا فندم في القرار اللي اتخذه امبارح من وزير الشباب والرياضه بعزل اداره مجلس الزمالك؟ بص، هي انا يعني بس عايز اصحح معلومه، ان حته ان الفيفا لا يتدخل الا في الاتحادات بس. ان انت تشيل الاتحادات. هو انا قلتها يعني فعلا. لا، الفيفا برضه يتدخل في الانديه المنتخبه. هو والله الانديه المنتخبه ما دام منتخبا وخاضع ليه وخاضع لقوانينه بيتدخل فورا. يعني فيفا يعني ده يعتبر تدخل حكومي يا استاذ؟ لا انا بفصل بس اقول لك على اللي جاي. يعني الفيفا ينزعج قوي من كلمه حل، خاصه لما تيجي تحل مجلس اداره منتخب ايا كان بقى، لجنه اولمبيه، هيئه رياضيه، اتحاد رياضي، ما دام دخلت وحليت بدون وجه حق وبدون اسباب فيفا ممكن يتدخل. لكن النهارده احنا امام حل مخالفات ماليه. مخالفات ماليه، انت شايف الفيفا نفسه عندما قامت الشرطه السويسريه بإلقاء القبض على ناس من قلب فيفا والحصول على المستندات ومهاجمه مبنى فيفا في زيورخ في قضيه بلاتر الشهيره. هنا يؤكد لك ان سلطات الدوله تستطيع ان تدخل وتستطيع ان تمارس حقها ما دامت هناك مخالفات ماليه ترقى الى جنايه، ان هي تستطيع ان تدخل وتستطيع ان تحل وتستطيع ان هي تبعد مجلس الاداره. فكلمه النهارده احنا بنتكلم على ابعاد مجلس الاداره عن استخدام سلطاته في اتخاذ قرارات في النادي. يعني انا النهارده شايف ان عندي مخالفه ماليه، فبالتالي انا ببعد النادي او ببعد رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره عن استخدام السلطات للتصرف في اي شيء. فده بيستدعي مني ان انا ابعده تماما عشان ما يقدرش ان هو يتخذ قرار او يخفي مستندات او ده القرار اللي حصل. فهو بالتالي ما استخدمش لفظ حل لان فيفا بينزعج، لكن هو استخدم لفظ ابعاد، لفظ ان انا ببعد مجلس اداره عشان انا عندي مخالفه ماليه لابد من التحقيق فيها. وده اللي حصل، احالته للنيابه العامه. فالنيابه العامه هنا هتبدا التحقيق، هي اللي هتقدر. انت لو لاحظت يا استاذ احمد ان البيان نفسه ما فيش اي اشاره لنوعيه المخالفات. هو استخدم لفظ مخالفات ماليه بالظبط، لكن ما لناش نوعيه المخالفات ايه. يعني ايه المخالفه لتستدعي حاله للنيابه؟ هل هي اهدار مال عام؟ هل هو الاخطر اللي انا عايز اقول لك عليه بقى، اللي يحول للنيابه حاجتين: الضرائب والتامينات. ده نص الماده الخاصه يعني بالاحاله للنيابه وبإتاحة الامر لوزير الرياضه باتخاذ قرار في الاجراءات القانونيه، ان يكون النادي ما دفعش الضرائب وما دفعش التامينات. سيبك بقى من اي حاجه تانية، يعني هو لو استند على الحتتين دول يبقى هو كده استخدم اجراءاته القانونيه اللي اتاحت ليه القانون، ان في حاله امتناع النادي عن سداد الضرائب او سداد التامينات يحيله للنيابه فورا. انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات دي، وكان في على فكره اسئله كتير عايز اوجهها لحضرتك، بس حضرتك تليفونك كان غير متاح. معلش، المره الجايه يعني تحت امرك في اي وقت. ربنا يحفظك يا ربنا يحفظك. لا يا فندم ولا يهمك ولا يهمك. سعدت بحضرتك جدا بالمداخله ديت، ودي كان حسن الختام بحضرتك. وبشكر حضرتك جدا، وبشكر الساده المشاهدين، ورب تكون الحلقه عجبتكم.
ونلتقي ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج دردشه سريعه. السلام عليكم.